في مكافحه الجريمه مختلف انواعها وتنفيذ التعليمات سيدة اللواء المدير العام الامن الوطني وتوجهت السيد رئيس الامن النصر على استقبال المواطن مع التكفل بجميع شغلته في هذا الصدد تقدم مصالح الولاية الشرطه القضائيه الشخص بشكوى مفاد وتلقيه رساله خطيه تتضمن تتضمن عباره تهديد لدفع مبلغ مالي اي فديه وفي حال الامتناع سوف يتعرض ابناء القصر للخطف او القتل هذه الظاهره الداخله على المجتمع الجزائري ونظرا لخطوره الواقع تم وضع خطه محكمه ايقاف الفاعلين ان يعني اصفرت العمليه بايقاف ثلاث اشخاص ترى عمر ما بين 20 الى 25 سنه من بينهم الفاعل الرئيسي الذي كان يعمل عند الضحيه السلف الذكر التحقيق الاولي مع الفاعل الرئيسي افضى الى اعتراف بجميع الافعال المنسوبه اليه مبررا ذلك بالذائقه الماليه التي كان يمر بها عند نهايه التحقيق سوف يتم تقديم جميع أطراف الامنيه بالجمهوريه لدى محكمه البيض